قولي يا جدي، هو ربنا كان فين قبل ما يخلقنا؟ كان الله في عمائم تحته هواء وما فوقه هواء، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. كان في أي شيء غير ربنا عز وجل قبل خلق الخلق؟ كان الله ولم يكن شيء غيره، فهو بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، لقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. طيب يا جدي، إيه أول شيء ربنا خلقه؟ أول ما خلق الله تعالى هو الماء ثم العرش، لقوله تعالى: وكان عرشه على الماء ثم القلم ثم السماوات والأرض. إزاي ربنا خلق السماوات والأرض وما بينهما؟ قال الله: إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي كانتا ملتصقتين ففصلناهما. إمتى بتبكي السماوات والأرض؟ عند موت المؤمن، فما من مؤمن يموت إلا وبكى عليه موضعا في السماء وموضعا في الأرض. طب يا ترى يا جدي، الميت بيحس بمرور الوقت؟ الميت يشعر بمن يزوره من الأحياء، وكذلك يلتقي بمن مات قبله، ولكنه لا يشعر بالوقت، لقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. طب قولي يا جدي، يا ترى النايم بيحس بالأشياء والألوان رغم أنه بيكون نايم وعينيه الاتنين مغمضين؟ يراها بالبصيرة، وهذا أكبر دليل على أن المتوفى يرى في قبره العجب، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. من هو النبي اللي ممرش بمرحلة الطفولة؟ سيدنا آدم عليه السلام. إزاي ربنا عذب قوم سيدنا لوط عليه السلام؟ كان هلاك قوم لوط من أشد العذاب، إذ قلب الله تعالى قريتهم ورفعها عاليا، وجعل عاليها سافلها، وأرفق ذلك بصيحة عظيمة، ومطر بحجارة من سجيل فأبيدوا عن آخرهم. من النبي اللي كان ابنه أكبر منه؟ سيدنا عزير عليه السلام. من أول من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ سيدنا آدم عليه السلام. من النبي اللي صلى في الأرض وصلى في السماء؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعلم سبحانه ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، تعالى أنه إذا قال للشيء كن فيكون.